شهر راحة ما عندناش إمكانيات يعني باش نحضروا الفريق كما لازم. في شهر لعبنا مقابلة ودية واحدة، كنا عارفين بلي الشوط الأول كان باش يكون صعيب، والحمد لله في الشوط الثاني استرجعنا يعني القوة تاعنا وفزنا بالمقابلة. الحمد لله أن نشكر الجروب تاعنا اللي قدم مقابلة في القمة مع فريق البيار، فريق يعطيه الصحة الله يبارك. نظن بلي شهر تاع لاتراف هذا كان شوية صعيب لينا، ما نكذبش عليك، فيها بزاف امور في الفريق، منها امور ماديه، الناس راهي تسال 6 شهور 7 شهور من العام اللي فات، الدعم هذا ما حبش يدخل، اثر سلبيا بزاف على الروندمون تاع ليكيب وعلى لا بريباراسيون تاع الدوزيام فاس تاع البلاي اوف. قبل كل شيء نهنئ فريق مراقي على الفوز هذايا. على كل حال في بدايه المقابله كانت يعني كانت المنافسه وكان التنافس بين الفريقين، وين شفنا يعني نيفو براسك متقارب، وفي الشوط الثاني يعني كان خفض رتم الفريق تاعي اللي وين ضيعنا كوارة ضد الخصم يعني فاس فاس، يعني وين لما يعني ما تسجلش في فاس فاس اوتوماتيكمون ليكيب ادفيرس جو بونس داروا مقابله كبيره في الشوط الثاني. شفتوا المباراه كانت شويه صعيبه بزاف باسكو ما نخفالكش، فريق براقي يلعب على التيتر هذا العام. حنا اوبجيكتيف تاعنا ماشي لا كوب دالجيري، حنا اوبجيكتيف تاعنا دوك نحضروا البلاي داون ان شاء الله باش نقعدوا هنايا، باش نقعدوا في لا بريمير ديفيزيون. فريق براقي اليوم كان في نهارو، حنا وين درنا غلطات اليوم وين كرفتنا المباراه.